قصة اليوم هي واحدة من أغرب القضايا اللي حصلت في البحرين سنة 2016 في شهر رمضان المبارك، وتحديداً في منطقة الحد في البحرين. في رجال كان ماشي للصيدلية عشان يشتري علاج، وأول ما جاء الرجال بيدخل للصيدلية لاحظ أن الصيدلي كان واقف برا الصيدلية، واقف قدام سيارة وقاعد يدور حوالينها. يقرب منه الرجال عشان يناديه لحتى يشتري من عنده العلاج، لكن يلاحظ أن الصيدلي باقي مركز في السيارة. أول ما يتوجه الرجال عند السيارة والصيدلي إلا ويشوف شيء أرعبه ومستحيل ينساه. الشيء خلى الرجال يصرخ بصوت عالي ويركض بعيدا عن الصيدلي. هالقصة صارت واحدة من أهم قصص الرأي العام في البحرين في هذاك الوقت، لكن الصدمة كان حل القضية في النهاية اللي كان أكبر مفاجأة وصدمة للجميع. حتى رح يكون لك يا عزيز المشاهد، ومهما حاولت تتوقع القاتل رح يكون توقعك غلط. فإيش هي قصة ملاك البحرين، وإيش الشيء اللي شافه الرجال والصيدلي؟ تابع معي الأحداث للنهاية عشان تعرف هذه التفاصيل. إذا كنت تحب تسمع محتوى الغموض والرعب والجرائم، فهذا اللي نقدمه في قناتنا بشكل أسبوعي. لا تنسى تشترك وتنورني، ويلا نبدأ قصتنا. تحياتي للأساطير، ونورتوا يا بعد راسي، وتحية أول شيء لأهل البحرين حبايبنا ولمتابعيني في كل مكان. كالمعتاد بتلاقي المصادر الرسمية حق القصة موجودة في صندوق الوصف، ولا تنسى اللايك ويلا نبدأ قصتنا. مثل ما ذكرنا في المقدمة، في منطقة اسمها الحد في دولة البحرين، وتحديدا في سنة 2016 كان في أسرة من مصر مقيمين في البحرين، عندهم طفل صغير اسمه فراس. فراس عمره 3 سنوات وكان وحيد أمه وأبوه، وكان متعود أنه ينزل كل يوم ويلعب مع أصحابه قبل الفطور في رمضان. ولكن في هذا اليوم نزل من البيت وما كان عارف أنه في شيء غريب راح يصير له اليوم، لأنه فراس من بعدها ما رجع على البيت أبدا. يمر الوقت وفراس للآن ما بين، وقبل الفطور بشوي رجع أبو فراس من شغله للبيت وسأل زوجته وين فراس. الأم قالت أنه فراس نزل يلعب مع الأطفال مثل كل يوم لكنه ما رجع إلى الآن. فطلع أبوه من البيت على الساعة 4 عشان يدور عليه. راح أول شيء سأل الجيران واللي حولهم، يا جماعة شفتوا فراس؟ مر عليكم؟ طيب راح مكان معين أو شيء؟ لكن ولا أحد من الجيران كان يدري عنه ولا عن مكانه وين، ولا حتى شافوه. بسم الله، وين راح الولد؟ هنا صاروا الجيران يدورون على فراس مع أبوه، توزعوا في كل المنطقة وبدأوا يبحثون لساعات متواصلة عن الطفل، لكن مع الأسف ما لقوا فراس أبدا، وكأنه تبخر من المكان كله. بعد ما تمر ساعات وساعات من البحث، أبو الطفل فراس بلغ الشرطة البحرينية عن اختفاء ابنه بعد ما فقد الأمل في أنه يلاقيه لحاله. وبدأوا أهله والجيران ينشرون صور فراس في كل وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام في هذيك الفترة، وطلبوا من الناس أنهم يساعدونهم يلاقون ولدهم، لأنه بهذيك الفترة بالتحديد في البحرين كانت حوادث اختطاف الأطفال منتشرة، ولهذا السبب كانت قضية فراس مهمة جدا للرأي العام. فهذا اللي زاد من خوف وقلق أهله، لأنه كان في احتمال أن الطفل انخطف وانقتل، هو كان الاحتمال الأول. فاستمر البحث عن الطفل لمدة 3 أيام متواصلة. شاركت كل القوى الأمنية في رحلة البحث عن فراس، لكن مع الأسف كل طرق البحث فشلت. انهارت أم الطفل وعيلته اللي خلاص كانوا حاسين إن الطفل انخطف وانقتل فعلا، وزاد حزنهم ويأسهم في أنهم يلاقوه، إلى حد ما وصل التفتيش لليوم الرابع. بهذاك اليوم بالتحديد كان في رجال بحريني رايح لصيدلية بعيدة شوي عن بيت فراس وعيلته، كان رايح يشتري دواء من هذه الصيدلية. لكن لما دخل الرجال الصيدلية تفاجأ أن الصيدلي ما هو موجود فيها. فطلع الرجال لبرا إلا ويلاقي الصيدلي واقف عند سيارته وقاعد يلف ويدور حوالينها، وكان يفتح بأبوابها ويسكرها بطريقة غريبة كأنه قاعد يدور على شيء أو يكتشف شيء في السيارة. فاستغرب الرجل، وش قصته هذا؟ قال بروح لعنده وبقول له تعال مشان تبيعني يعني وتمشيني. قرب الرجال البحريني من راعي الصيدلية عشان يناديه ويطلب منه الدواء اللي يبيه، بس أول ما وصل عنده شاف الصيدلي مشغول جدا بشيء بالسيارة. ولما قرب أكثر شم رائحة غريبة تطلع من السيارة، رائحة كريهة وانتم بكرامة. فالصيدلي كان واقف عند الدبة اللي هي الصندوق الخلفي بالسيارة، وفجأة فتح الصندوق، وهنا صدمة العمر بالنسبة للرجال البحريني. جثة الطفل شافها موجودة بداخل الدبة. صار الرجال البحريني يصرخ بصوت عالي من المنظر اللي شافه، صرخ ما سكت ولم الناس كلهم على راعي الصيدلية اللي كان من الجنسية السودانية، ثم بلغوا الشرطة
هنا الصيدلي السوداني كان مبين على وجهه انه مصدوم وخايف جدا، وشوي اتصل الشرطة للموقع. راحوا عند السيارة وفتحوا الصندوق الخلفي الا ويلاقون جثة طفل عمره حوالي 3 إلى 4 سنوات تقريبا يعني، ويمسكون الصيدلي ويلقون القبض عليه. يلا يا بمشي، وخذوه. ثم رجعوا يحققون في موضوع جثة هالطفل اللي اكتشفوا الصدمة ان اوصافه كانت تطابق اوصاف الطفل المفقود فراس. بعدها تم ارسال جثة الطفل للطب الشرعي، وبلغوا اهل الطفل فراس عن احتمال انهم لقوا جثة ولدهم. هنا انتشر الخبر وبدت وسائل التواصل والاعلام تتكلم عن هذا الموضوع، ووصفوا الصيدلي بابشع الاوصاف. قالوا انه سفاح وخاطف ومريض نفسي وما خلوا عليه. توجهت كل اصابع الاتهامات نحو الصيدلي، واتهموه انه هو اللي قتل الطفل. رجعوا رجال البحث الجنائي عند السيارة وبدوا يفتشونها ويرفعون البصمات من عليها، واكتشفوا ان كل البصمات للصيدلي وما في اي بصمات غريبة على سطح السيارة. وفي نفس الوقت بدأ الطب الشرعي بتشريح الجثة عشان يحددون سبب الوفاة بعد ما تأكدوا ان الطفل هو نفسه الطفل المفقود فراس. وفي نفس الوقت توجهوا رجال التحقيقات لمكان سكن الصيدلي ليكتشفوا انه هو طلع جار لعائلة فراس. لكن صدقني انه ما انحلت القضية، وانك بتنصدم من الاحداث الجاية. فالناس وقتها بلشوا يفكروا انها قتل الطفل عشان ينتقم من ابو فراس. لكن اللي صدمهم وصدم الجميع وكمان صدم الشرطة انه اقوال الجيران نفسهم كانت مختلفة تماما عن اللي توقعوه وعن تفكيرهم، لانهم كلهم اكدوا للشرطة ان الصيدلي السوداني شخص محترم وطيب جدا، ومستحيل انه يأذي الطفل حتى، مو انه يقتله، ما بيأذيه حتى، وأنه كان واقف مع عائلة الطفل فراس يوم ما كان مفقود وكان يدور معاهم. يعني بالمختصر حسب كلامهم رجال محترم صعب يكون مرتكب مثل هذه الجريمة. وفي نفس الوقت خلال التحقيقات مع الرجال السوداني راعي الصيدلية، أنكر الصيدلي كل التهم اللي توجهت له، وقال إنه ما يعرف سبب وجود جثة الطفل في سيارته، والسبب الوحيد اللي كان مخليه واقف برا ويدور حوالين السيارة هو لأنه شم رائحة سيئة تشبه رائحة الجيفة أكرمكم الله، كان مصدرها سيارته، وفكر إنه حيوان أو شيء دخل جوا بدون ما ينتبه، وإن هذا الشيء هو سبب الرائحة الكريهة. وهذه كانت أقوال الصيدلي. طيب وش السالفة؟ يعني شيء غريب، وش اللي صاير يعني؟ نروح للطب الشرعي اللي بعدها كملوا شغلهم وأرسلوا نتائج التشريح اللي أكدت أن الطفل مات نتيجة اختناق وسكتة قلبية. وطول فترة التحقيق كان الصيدلي يأكد ويقول أنه مظلوم وينفي التهمة تماما عن نفسه وأنه ما سواها أبدا. فبعد ما الشرطة جمعوا الأدلة واستلموا تقرير الطب الشرعي، أرسلوا قضية الصيدلي السوداني إلى النيابة العامة. ووكيل النيابة العامة هو الشخص اللي استلم ملف القضية، وكان شخص ذكي جدا، معروف عنه شدة ذكائه وشدة ملاحظته الشديدة. شخص ذكي جدا، ويوم قرأ الملف كامل لقضية فراس كان عنده إحساس داخلي إن الصيدلي فعلا مظلوم، وكل التهم اللي ضده ممكن تكون خاطئة، والسبب كان إن سجله ما في أي جريمة من قبل لا وبعد، والجيران أكدوا إنه محترم وطيب جدا رغم إن كل الأدلة كانت تشير إنه هو المجرم. وش هذا الابتلاء العظيم؟ فطلب وكيل النيابة إنهم يجيبون الصيدلي السوداني كمان مرة عشان يكملون تحقيقات معه وعشان يحاول يوصل للحقيقة فعلا. وهذا التصرف يدل انه كان شخص عادل ويحب العدل فعلا. بالفعل جابوا الصيدلي كمان مرة وبدوا معها التحقيقات مرة ثانية. فبدأ الصيدلي يحكي، قال انه في يوم اختفاء الطفل طلع من الصيدلية اللي يشتغل فيها على الساعة 2 الظهر وتوجه على السوبر ماركت واشترى اغراض للبيت، لكنها كانت كثيرة. وركزوا هنا بالتفاصيل كثير لأنها فعلا ممكن تحل القضية. فحطها الرجال السوداني في دبة السيارة ومشى للبيت، دخل حط الأغراض بالبيت، ثم راح يصلي العصر ونام بعدها إلين أذان المغرب. قام بعد الأذان وفطر مع زوجته وابنه اللي عمره 8 سنوات، لأنه مثل ما ذكرنا وقتها كان شهر رمضان. توضوا بعدها ثم نزلوا يصلون العشاء في المسجد اللي قريب من بيتهم. قال هذا كان كل اللي سويته هذاك اليوم. بعد ما كمل الصيدلي كلامه، وكيل النيابة استدعى زوجة الصيدلي وابنه عشان يحققون معهم ويشوفون هل يتطابق الكلام ولا لا، وسألهم نفس الأسئلة كمان مرة، وفعلا كانت إجاباتهم تتطابق تماما مع إجابات الصيدلي. لكن النقطة الوحيدة اللي كانت محل شك بالموضوع هي إن الصيدلي رجع على البيت على الساعة 3 والطفل فراس اختفى على الساعة 4. يعني وارد إنه يكون هو اللي خطفه وخنقه ثم رجع بعدها للبيت خلال هالساعة. ولأن وكيل النيابة كان حاسس لآخر لحظة إن الصيدلي مظلوم، رجع استدعاه كمان مرة، وهالمرة طلب منه إنه يحكي التفاصيل كاملة
اللي صارت بهذاك اليوم. يحكي لها التفاصيل بشكل أدق، كل شيء حتى لو كانت تفاصيل غير مهمة أو تفاصيل تافهة، قول كل شيء لعلك أنك تفك حالك. وطلب منه يعيد تمثيل اليوم كله قدامهم نفس ما صار بالضبط. فالشرطة خذوا الصيدلي لنفس السوبر ماركت اللي كان يشتري منه يوم اختفاء الطفل، وطلب منه وكيل النيابة يشتري نفس الأغراض اللي اشتراها بهذاك اليوم وبنفس الكميات، ويسوي نفس التفاصيل اللي سواها بهذاك اليوم بالضبط. ولأن الصيدلي كان حاس إن الوكيل هو أمله الوحيد من بعد الله لحتى ينجو في هذه القضية، سوى مثل ما طلبوا وراح معاهم للسوبر ماركت واشترى نفس الأغراض اللي كان مشتريها يوم الحادثة، ومشى فيها إلين ما وصل للسيارة وفتح الصندوق الخلفي وحطهم بالسيارة، ثم أغلق الصندوق وركب بالسيارة وتوجه للبيت، وكانت الشرطة معاه خلال كل الأحداث. ويوم وصل عند البيت وقف سيارته في نفس المكان بالضبط، ثم نزل وفتح الدبة أو الصندوق وحط بعدها المفتاح في جيبه. وهذا الشيء طبيعي لأن الواحد يخاف إنه يوقع المفتاح جوا السيارة ويسكر عليه. ثم شال الأكياس اللي كان فيها الأغراض بيديه الثنتين، ويوم جاي يسكر الصندوق حق السيارة، شلون تتوقع وسكره؟ توقعوا. وانتبه وكيل النائب العام لهذا الشيء اللي سواه الصيدلي من شدة ذكائه وملاحظته، لأن الصيدلي كان شايل الأكياس بيديه الثنتين فما قدر يسكره طبيعي، فلف كذا وبعدين سكرها بكوعه أو بالمرفق بطريقة لا إرادية. فعرف وكيل النائب العام إنه احتمال كبير إن الدبة ما تكون تسكرت كويس وباقي لسه مفتوحة. هنا طلب الوكيل من الصيدلي إنه يوقف، ومع إن ما أحد كان فاهم ليش وكيل النائب العام كان يتصرف بهذه الطريقة، إلا إنه وكيل النائب العام تواصل مع الأدلة الجنائية وطلب منهم يعيدون الفحص، ولكن هالمرة داخل صندوق السيارة من جوا. وبالفعل عادوا الفحص واكتشفوا ان كل البصمات اللي كانت موجودة من داخل هي بصمات فراس وكانت عكسية، معنى هالشيء ان الطفل يوم كان جوا كان عايش، مو احد اقتله وحطه بالسيارة. طلب بعدها وكيل النيابة تسجيل كل الكاميرات اللي ممكن تكون مظهرة سيارة الصيدلي في نفس يوم الحادثة وقريب من البيت، والكاميرات تظهر ان الطفل كان فعلا يلعب قدام السيارة يومها، لكن خلال لحظات يختفي الطفل من قدام الكاميرات، وبعدها بشوي يظهر قدام الكاميرات اللي كانت حول سيارة الصيدلي، ويبدأ يقرب لحد ما يصل عند السيارة ويلقى الدبة مفتوحة، ثم يدخل فيها ويقفل على نفسه من جوا باعتبار انه قاعد يلعب ورح يجي احد بعد شوي ويطلعه. لكن بعدها ما قدر الطفل انه يصرخ او حتى يطلع منها وانكتم وهو داخل. حتى يوم انزلوا الصيدلي وعيلته عشان يصلون العشاء في المسجد اللي كان قريب منهم، المصادفة الغريبة انهم راحوا على رجولهم مشي، ما استخدموا السيارة بهذاك اليوم، وللأسف ما حد كان منتبه ان الطفل فراس اللي كانوا كلهم يدورون عليه كان موجود جنبهم وقريب جدا، لكن داخل صندوق السيارة ومو عارف يطلع. تم تبرئة الصيدلي بعدها من كل التهم المنسوبة إليه، وتفنوا الطفل فراس رحمة الله عليه، وتم تصوير يوم دفنته، ولكن ما بعرضها احتراما لمشاعر عائلته، ونكتفي فقط بالدعاء له بالرحمة، طير من طيور الجنة إن شاء الله. وشارك كل جيرانه واللي حولهم في دفن الطفل، وبكذا تم حل قضية ملاك البحرين الطفل فراس. وعشان كذا حكيت لكم بالمقدمة إنه مهما حاولتم تتوقعون المجرم ما رح تعرفوه، لأنه ما كان في مجرم من الأساس، وبسبب ذكاء وكيل النيابة أنقذ شخص بريء من الإعدام. وذكرت بعض المصادر أن السوداني تعب بعدها نفسياً بسبب الشيء اللي صار معاه وما ينلام صراحة، وغير المنطقة اللي كان عايش فيها، ممكن يكون كمان رجع لبلده لكن مو معروف. الكبار خذوا العبرة من هالفيديو، انتبهوا لأطفالكم أكثر وحذروهم من هالأشياء، والأطفال بعد لا تدخل في أماكن مغلقة وتنكب أهلك. وبكذا تكون انتهت قصة ملاك البحرين رحمة الله عليه، وكان معاكم أخوكم دستان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.